القوم على أن يقضوا على موسى وقومه. فلما سمع موسى بذلك خرج من مصر متجها نحو المشرق حتى وصل إلى بحر القلزم وهو البحر الأحمر. فلما وصل إليه قال له قومه إنا لمدركون، فرعون وقومه خلفنا والبحر أمامنا، فكيف النجاة؟ كيف النجاة يا موسى؟ فقال موسى قول الموقن بالله عز وجل، قول الموقن بالله عز وجل، قال لهم كلا إن معي ربي سيهديني، إن معي ربي سيهديني. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر، فضرب موسى بعصاه الحجر مرة واحدة فانفلق البحر، انفلق 12، انفلق 12 طريقا على عدد أصباط بني إسرائيل، وجعله يبسا في لحظة واحدة. فدخل موسى وقومه من بين الماء كأنها الجبال، حتى قال بعض العلماء إن الله جعلها في هذه المياه فرجا ينظر بعضهم إلى بعض حتى لا يلحقهم القلق على إخوانهم. ولما تكامل موسى وقومه خارجين ودخل فرعون وقومه، أمر الله سبحانه وتعالى البحر فانطبق عليهم وغرقوا عن آخرهم. أيها المسلمون، إن هذه قدرة من يقول للشيء كن فيكون. هذه قدرة لمن؟ هذه قدرة من يقول للشيء كن فيكون. وإن الفرج عند الكرب، وإن الله عز وجل لا مقاوم لقدرته. فاعتبروا أيها المسلمون بهذه الأمور. ألم يبلغكم يا إخواننا ما جرى لإمامنا ونبينا إمام المتقين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم حين تحزب الأحزاب عليه ليقضوا على دينه وما جاء به من الحق، ليحلوا محل شريعة الله شريعة الكفر والشرك والطغيان. تحزبوا عليهم من كفار العرب ومن ناصرهم من اليهود. فتجهزت قريش وقطفان وبنو مرة وبنو أشجع وبنو سليم وبنو أسد حتى بلغ هؤلاء 10,000 مقاتل. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خندقا على المدينة لحماية هؤلاء الأحزاب، وكان هذا أحسن وسيلة في ذلك الوقت. فنزل الأعداء حول الخندق ولم يستطيعوا العبور، فحاصروا المدينة قريبا من الشهر. وبلغت بالمؤمنين ما بلغت. وفي ذلك قال الله عز وجل إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع هذه الأزمة الشديدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويعدهم بالنصر ويدخل على قلوبهم الأمل والسرور، لأنه واثق بنصر الله وأنه واثق بقول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم
ولكم الويل مما تصفون فأما المنافقون والمرجفون فاسمعوا ما قال الله سبحانه وتعالى عنهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة قال الله سبحانه وتعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا هذا أيها المسلمون قول المنافق قول الذين في قلوبهم مرض اسمعوا إلى كلام الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنين اسمعوا ما قال الله عز وجل اسمعوا إلى كلام الله عن المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع فعله أصحاب الوقاية أسباب الوقاية وتبشيره لأصحابه ووعدهم بالنصر لتقوية قلوبهم ورفع معنوياتهم وما زال يتضرع إلى ربه ويدعوه ويستنصره وكان دعاه اللهم منزل الكتاب سريع الحساب احزم الأحزاب اللهم احزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه ونحن بدورنا هذا في مقام نقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب احزم الأحزاب اللهم اهزمهم اللهم زلزلهم اللهم انصرنا عليهم اللهم دمر سلاحهم اللهم اهزم جنودهم اللهم شتت شملهم اللهم فرج جمعهم الله إنهم لا يعجزونك فأنزل بهم بأسا الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اقسم ظهورهم وقطع أعناقهم واجعلهم إبرة لمن بعدهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير أيها المسلمون ماذا كانت النهاية في هذه الأزمة الشديدة التي جرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن الله سبحانه وتعالى أجاب دعاء نبيه فزلزل قلوب الأحزاب بالرعب والفزع ونزل بأبدانهم وزلزل أبدانهم بما أرسل عليهم من الريح الشديدة الباردة التي جعلت تكفأ قدورهم وآنيتهم وتقد خيامهم حتى انصرفوا خائبين كما قال الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أيها المسلمون إننا نحن بعقولنا القاصرة أن من الحكم الغريبة في هذه الفتنة من في قلبه حياة سوف يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وسوف يطلب العتبة منه وسوف يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فيقوم بأمره ويجتنب نهيه وينزع إليه ويدعوه وينتظر الفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا فالتجئوا أيها المسلمون إلى ربكم في جميع الشدائد وانتظروا الفرج منه إنه على كل شيء قدير
أما من في قلبه زيغ فيتمادى في طغيانه وعصيانه.